على مدينة البو كمال. الطيران الحرب الميج تعتبر نفس المكان. يا حاج هوا بس ما تصور دقيقة بس روح صور فوق بس لا تجي لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر عليك يا بشار الأسد الله أكبر عليك يا ظالم الله أكبر هذا ما تبقى من منازل المواطنين الآمنين في البوكمال سبب قصف الطيران الحربي على المدينة الله أكبر الله أكبر عليك يا بشار الله أكبر لا يزال البحث عن الجثث تحت الكريك مستمر خذ هذا الكريك من الطيارة خلاص خلاص الله أكبر هذا سطح أحد المنازل لاحظوا حجم الدمار الذي لحق بهذه المنازل الآمنة في مدينة البوكمال الله أكبر عليك يا بشار الأسد الله أكبر عليك يا بشار الأسد الله أكبر البحث عن الجثث مستمر إلى الآن تحت الأنقاض الله أكبر عليك يا بشار الأسد
مدينة البوكمال 2/9/2012. الله أكبر عليك يا بشار الأسد، الله أكبر عليك يا بشار الأسد. لاحظوا حجم الدمار، الله أكبر عليك يا بشار الأسد.